نبتدي باخبار الاهلي وبعد كده نستفيض في الحديث عن مباراه مصر ان شاء الله النهارده. لكن اخبار النادي الاهلي امبارح كان يوم جيد جدا، سعيد جدا بالنسبه لكل الاهلاويه. ليه؟ لا، الاهلي ما لعبش ولا حاجه، هو الاهلي بس تعاقد مع اثنين من اللاعبين المهمين جدا جدا في الفتره اللي جايه بالنسبه للنادي الاهلي، سواء استمرار اعاره رمضان صبحي، وده كان ملف غايه في الاهميه. نجح النادي الاهلي بالامس في حسم هذا الملف من خلال المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ووزير خارجيه النادي الاهلي، اللي كان سافر من حوالي 3 4 ايام كده لانجلترا عشان يحسم هذا الملف من خلال التفاوض مع فريق هادرسفيلد الانجليزي اللي بيمتلك عقد اللاعب. فبالتالي كان كلام كتير لو حضراتكم تفتكروا كده من اسبوع 10 ايام، لما ناس كتير ومواقع كتير اتكلمت وقالت ان رمضان صبحي الصفقه فشلت، وقالت ان رمضان صبحي خلاص هيرجع ناديه، والاهلي فشل في استمرار رمضان صبحي مع النادي الاهلي. واحنا طلعنا واكدنا لحضراتكم، الناس كلها كانت بتتكلم في اتجاه، واحنا اكدنا لحضراتكم في اتجاه تاني خالص، ان النادي الاهلي مستمر في المفاوضات مع رمضان صبحي. ده نتج عنه ايه؟ نتج عنه بعديه بيومين ثلاثه المهندس خالد مرتجي سافر لانجلترا وانهى كل الامور بالامس بالتحديد، ووقع على كل العقود الخاصه باعاره واستمرار رمضان صبحي مع فريق النادي الاهلي في الموسم الجديد. فبالتالي المفاوضات تكللت بالنجاح. دي طبعا تويت رمضان صبحي النهارده، ومكتوب ايه؟ كلمه واحده، كلمه واحده اللي كاتبها، اهلاوي. جنبها بقى كام ايموشن كده على كام بتاع، عشان دي تبقى الرد البسيط جدا واللي من غير كلام كتير، وبالتالي احنا كمان مش هيكون عندنا كلام كتير على بعض الامور اللي حصلت خلال الساعات الماضيه، وان رمضان كان عنده رغبه يروح فين والكلام الغير منطقي ده يعني. فبالتالي رمضان رد بكلمه واحده، بالتالي خلاص احنا مش هنتكلم في حاجه يعني. فالموضوع